نفذ محامو محافظة البصرة اعتصاماً يستمر لثلاثة أيام احتجاجاً على اغتيال محامي المتظاهرين جبار البهادلي فيما شرعت لجنه مختصه برفع توصيات الى رئاسه الوزراء وقيادات الامنيه للتعريف بالانتهاكات التي يتعرض اليها المحامون وحذر محامون شاركوا بالاعتصام من اثر الانفلات الامني بالمحافظه على الكوادر العلميه والقضائيه دعين السلطات الامنيه لضمان حمايه المحامين وغيرهم عبر خطوات عمليه اولها منع تجوال المركبات من دون لوحات تسجيل